عاد التونسيون من جديد إلى شارع الحبيب بورقيبة الشهير، عادوا هذه المرة متنافرين ولا يجمعهما لون واحد كما كانت حال البلاد عليه قبل سنوات، إذ يبدو بأن قرارات 25 من تموز وما تلاها كانت حادة لتكشف عمق أزمة التنافر بين فريقين، أحدهما مؤيد لقرارات الرئيس قيس سعيد وآخر معارض لها، وبين التأييد والمعارضة ثمة منزلة بين منزلتين، وأصحاب هذه المنزلة من الداعين إلى مبادرة تجمع الأفرقة وتخفف من حدة هواجس مؤيدي البرلمان أو من نبرة مناصري قرارات قصر قرطاج. في ملفنا الأول لهذه الليلة سنحاول الوقوف على آخر المستجدات في تونس خلال الساعات الأخيرة، وأين وصل الشارع في شعاراته. بداية كالعادة يضعنا الآن سلطان القيسي بصورة المشهد التونسي وآخر عناوينه. إذن المشهد اليوم كان حافلا بشارع الحبيب بورقيبة أمام مبنى البلدية، حيث هذلك الشارع الشهير والرمزية الكبيرة له وقفة احتجاجية كانت منددة بقرارات الرئيس قيس سعيد وتطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي في البلاد على إثر قرارات 25 من تموز وما تلاها في 22 من سبتمبر الجاري. إذن طارق، كما ذكرت في المقدمة هناك فريقان في الشارع، فريق معارض لقرارات الرئيس سعيد واستمراره فيها وفريق آخر مؤيد، لكن الأهم وسط الفريقين هم من انتقلوا من التأييد إلى المعارضة. كيف حدث ذلك؟ سوف نعرف ذلك معا. هادن الشارع التونسي الرئيس قيس سعيد في عناده منذ إعلانه قرارات 25 من تموز. هذه الهدنة استعارت من اسم تونس تاءها فاتخذت التأييد موقفا، لكن المماطلة الرئاسية وغياب الرؤية حجبا عن الرئيس غطاء الصبر الشعبي ليقفز الشارع من تاء تونس إلى سين الساحات للوقوف في وجه قرارات الرئيس. لم تكد الاحتجاجات تتسلسل ضد الحكومة وأداء البرلمان التونسي حتى تدخل الرئيس قيس سعيد معلنا سلسلة إجراءات استثنائية قال إنها من أجل الحد من التدهور الذي يقف وراءه الخلاف بين السلطات الثلاث. هذه الإجراءات استهدفت تعليق البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة الحكومة، واستند فيها سعيد إلى المادة 80 في الدستور، إلا أن جدلا كبيرا قام حول تفسير هذه المادة وسبل تطبيقها. الإجراءات لاقت اعتراضا كبيرا من حزب النهضة ذي أكبر كتلة برلمانية وأحزاب أخرى حليفة له، إلا أنها لاقت أيضا تأييدا من أحزاب أخرى. تعهد سعيد بتسليم فاسدين للقضاء خلال الشهر الذي شهد حظرا للتجول. انقضى الشهر ولم تنقضي رغبة الرجل ليذهب بعدها إلى تمديد أعلنت خلاله حركة النهضة عن استقالات بالغة الأهمية في صفوف قياداتها، قالت إنها مدفوعة بالمطالب الشعبية لتحسين أداء الحزب. في الوقت ذاته بدأت أحزاب أخرى تحذر من عواقب التعدي على الدستور وانحسار السلطة بيد الرئيس. مقترحات عدة تلقاها سعيد من شخصيات وازنة، أبرزها مقترح الحبيب الجملي بتشكيل حكومة مؤقتة واستئناف عمل البرلمان وفق شروط مرتبطة بخطة زمنية للإصلاح، إلا أنه لم يلقي لها بالا. 22 من أيلول كان منعطفا غامر سعيد بخوضه، إذ وصفه مؤيدوه لحظة إذن بانكشاف الحقيقة، فبحلوله قطعت تونس شهرين وعنقها بيد رجل واحد تشريعا وتنفيذا. فتبدلت في اليوم ذلك الآراء. حزب قلب تونس جعل زاوية الموقف أكثر حدة بوصفه الرئيس بالخارج عن الدستور والشرعية. أما اتحاد الشغل الذي كان مؤيدا للقرارات فقفز إلى الضفة الثانية واعتبر التمديد خطرا على الدستور وطالب بمسار تشاركي. حتى الحزب الدستوري الحر النقيض الشرس لحركة النهضة فقد حذرت رئيسته عبير موسي من تحكم الرئيس المطلق بالسلطات الثلاث دون حسيب أو رقيب كما قالت. منتصف الشهر الحالي توالت دعوات من أحزاب عارضت قرارات الرئيس منذ البداية،
إلى النزول للشارع والاحتجاج سلميا، وقد وصفها سعيد حينها بالمسرحية الرديئة. اليوم انقلبت أحزاب مؤيدة على الرئيس أيضا في سياق تلويحه بين لحظة وأختها بنيته صوغ دستور جديد يفضي للتحول إلى النظام الرئاسي. لنشاهد معا. بن قيس سعيد يتراجع القرارات اللي خذاها ويرجع للصندوق ويرجع للشرايع. مجلس النواب هذاك مصدر التشريع، مصدر التشريع نتاعنا. احنا ما عندناش رئيس كونترنا، هذا رئيس جاء ضد الشعب، ضد ما يريد الشعب. الشعب يريد اللي انتخبهم، انت مشيت لحيتهم. ما ثماش في العالم حتى دوله بدون برلمان وبدون دستور، وما ثماش في العالم حتى دوله انه شخص يحتكر كل السلطات. كأن هذه الهجرة إلى الصف المقابل إذن تأتي كرسالة قوية للرئيس سعيد، يقول فيها المؤيدون المنقلبون اليوم: نحب أن تظل رئيسا، ولكن نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد. نحج إليها مع المفردين وعند الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. إذن طارق، بهذه الكلمات للشاعر التونسي الراحل الصغير ولاد أحمد يعبر ربما أو يعبر يعني يقول المشهد التونسي أن مصلحة البلاد يعني أعلى وأهم من تطلعات الرئيس، سواء كان إلى صوغ دستور جديد أو إلى الانتقال إلى نظام رئاسي أو إلى تقريع السلطات الثلاث على ما ارتكبته من اختلافات معه. إذا السؤال الذي يبرز بعد الوقفة الاحتجاجية التي جرت اليوم في شارع الحبيب بورقيبة الشهير، هل سيكون لهذه الوقفة ما بعدها؟ كيف سيتصرف الرئيس قيس سعيد؟ هل هذا الضغط هو من نوع الضغوط الإيجابية التي سيتفاعل معها الرئيس متراجعا، أو ربما سيعلن عن تشكيل حكومي وستكون هناك مشاركة أو تشاركية كما يطالب الاتحاد التونسي للشغل؟ كيف سيكون مآل الأزمة في تونس بعد تظاهرات اليوم الرافضة لما اتخذه الرئيس قيس سعيد من قرارات أخيرة؟ سلطان القيسي، أنا أشكرك دوما على كل هذه المعلومات والإيضاحات، وخاصة الأبيات الشعرية الأخيرة حيث التوظيف الجيد في إطار وسياق النص. شكرا لك دائما. الآن أرحب بضيفي من تونس السيد محمد الجوماني، عضو مجلس الشعب التونسي والقيادي في حركة النهضة. كذلك من تونس ضيفي الدكتور محمد بو شنيبة، وعضو المكتب السياسي في حركة الشعب. أهلا بكما سيد محمد الجوماني. سأبدأ معك، استقلت من رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الأزمة السياسية، هل من أسباب؟ مساء الخير أستاذ طارق، مساء الخير لكافة مشاهدي قناة المملكة. استقلت من رئاسة لجنة الإدارة السياسية، إدارة الأزمة السياسية التي شكلتها حركة النهضة وأعلنتها يوم 22 من الشهر الماضي، بغاية البحث عن حوار، بغاية طرق أبواب الحوار مع كرتاج ومع المنتظم السياسي، حتى لا تذهب تونس بعيداً في المواجهات الميدانية. للأسف السيد قيس سعيد بالأمر الرئاسي عدد 117 ليوم 22 من هذا الشهر أغلق أبواب الحوار نهائيا، استفرد بالسلطة كليا، هاجم كل الخصوم. لم أعد أقدر أن هنالك من مبرر لطرق أبواب الحوار أمام هذا الصد وهذا التعنت برئيس الجمهورية. حركة النهضة أيضا قدرت أنها بعد الانقلاب السافر على الدستور ستنخرط في الحراك الاجتماعي وفي تنسيق مع بقية القوى الوطنية للضغط السياسي على الرئيس حتى يتراجع عن قراراته. إذن أنا بعد أن حملت الرئيس مسؤولية سد أبواب الحوار أمام اللجنة التي يترأسها وأمام كل المبادرات السياسية بالبلد، قررت أن أتخلى عن هذه المهمة، وبالتالي استعفيت لدى السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي كلفني بهذه المهمة. بلادنا اليوم تدخل مرحلة جديدة بالتحرك الشعبي الذي كنتم تشيرون إليه. أكثر من 30,000 في تقديري من التونسيين نزلوا
ليقولوا بصوت واحد لا للانقلاب. كان هذا المشهد متعذرا قبل شهرين يوم تشكلت اللجنة، ربما كانت حركة النهضة وقليل من الناس يقولون أن هذا انقلاب أو شبه انقلاب. اليوم هنالك تواطؤ وهنالك التقاء موضوعي واسع بأن ما حصل في البلاد تعليق فعلي للدستور، ما حصل في البلاد انقلاب كامل إنشان الأوصاف، ولذلك حركة النهضة ستنضم إلى بالطبع هذا الحراك وستبحث مع الشركاء الصيغ المناسبة. لا يوجد شارعان كما قلتم للأسف، يوجد شارع فيه آلاف الناس، عشرات الآلاف، عنده عناوين سياسية، برلمانيين حقوقيين سياسيين، وتوجد مجموعة صغيرة يعني لا عنوان سياسي لها تدعي أنها تدعم الرئيس قيس سعيد وتدعم الانقلاب. عددا واعتبارا لا قيمة إلى حد الآن لهذه المجموعة. يعني هل تقول أستاذ قماني أن التيار المساند الرئيس قيس سعيد لا يستطيع أن يخرج للشارع بأكثر من 30,000 مناصر لقرارات الرئيس؟ ما نلاحظه اليوم أن الأصوات التي تساند قيس سعيد ضعيفة جدا. أغلب الأحزاب بكامل الوضوح أصدرت بيانات مشتركة أو منفردة، أغلب الأكاديميين المثقفين الإعلاميين كلهم صاروا يدينون الانقلاب. توجد يعني مجموعة سياسية قليلة، ولكن في الشارع لم نلاحظ حضورا سياسيا بعد 25 يعني عنده اعتبار ويؤيد الرئيس قيس سعيد. إلى حد الآن نحن لا نتمنى بالطبع مواجهة الشوارع لبعضها، ولكن يوجد شارع مناهض للانقلاب، وتوجد مجموعة صغيرة جدا يعني تدعي مساندة الانقلاب. طيب دكتور محمد، عضو المكتب السياسي في حركة الشعب، هل لازلتم في حركة الشعب بعد الوقفة الاحتجاجية التي قدرت أعدادها ربما تقترب من 30,000 كما قال ضيفي محمد الجماني، هل لازلتم على موقفكم المساند والمؤيد للرئيس قيس سعيد بعد الاحتجاجات التي نددت بما وصفته انقلابا على الدستور، مطالبين بالعودة إلى المسار الديمقراطي؟ تبتسم دكتور محمد، يبدو أن أعجبك الأمر، ما هو رأيك فيما قلته؟ جدا جدا أعجبني جدا. تفضل. شكرا جزيلا أولا على هذه الاستضافة. أهلا بك. وشكرا لك ولمشاهدات ومشاهدي قناة المملكة، وأهلا بك وبضيفك. شكرا لك. في الحقيقة اسمح لي لا أستطيع أن أمر إلى سؤالك دون أن أعلق على بعض المسائل. تفضل. أنا تابعت زملائكم في فرانس بريس، وفي وكالة الأنباء الألمانية ووكالة الأناضول وكذلك تونس أفريقيا الأنباء وفرانس بريس، وتابعت كل هذه، كل الذين شاهدوا وغطوا الأحداث في تونس اليوم قالوا إنها 4,000، ونحن في اللغة العربية نعرف أن 4,000 لا يمكن أن تصل العشرة في أقصى الحالات. لا 3-9. لكن أنا في حركة الشعب نقول دائما مسألة معينة، هذا أولا، نقول في حركة الشعب أنه لو يخرج تونسي واحد يحتج، نحن نحترم حقه في الاحتجاج ونحترم يعني رأيه ونحترم مهما كان اختلافنا معه. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، أريد أن أقول إن 4,000 التي تحدثت عنها وكالات الأنباء، والصور وحدها تستطيع أن تحدد ذلك، لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تصل إلى أن تمثل الشعب التونسي كما كان يقول السيد محمد الجماني، لأن الشعب التونسي الذي خرج في 17 ديسمبر 2010 كان ذلك حقيقة الشعب التونسي، ذلك الشعب التونسي، والذي خرج يوم 25 تموز يوليو ذلك حقيقة الشعب التونسي، والذي تحدثت عنه عمليات سبر الآراء خلال الفترة الأخيرة ذلك هو الشعب التونسي. آخر سبع آراء وهو أقل سبر آراء يقول إن 72% من الشعب التونسي هم مع الرئيس في القرارات التي أخذها،
وبذلك عن أي شعب نتحدث الذي خرج ويناهض الرئيس؟ هذا نقطة ثانية. النقطة الثالثة، هؤلاء الذين يتحدثون عن الديمقراطية، أريد أن أقول مسألة يجب أن يعرفها الشعب العربي وليس الشعب التونسي فقط. هؤلاء الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم عاجزون عن تمثيل الديمقراطية فيما بينهم. أعطيك مثالين متناقضين من أقصى اليمين ومن أقصى الشمال. من أقصى اليسار سأعطيك مثالا، حمل همامي الذي يعارض وهو الأمين العام لحزب العمال التونسي وهو يساري، إذن منذ الثمانينات وهو رئيس لهذا الحزب، وفي المقابل في الضفة المقابلة راشد الغنوشي منذ نصف قرن تقريبا وهو رئيس حركة النهضة والتي كانت تسمى بالاتجاه الإسلامي في الثمانينات. إذا كان إنسان عاجز عن أن يمارس الديمقراطية في حزبه الضيق الصغير، هل يستطيع أن يدعو بها للشعب التونسي؟ هذه المسألة لا تستقيم في تقديري، لأن فاقد شيء ليعطيه. والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من عناصر النهضة، القيادات الأساسية في حركة النهضة، قد استقالت من الحزب منذ فترة من الزمن. وآخر شيء، 113 من القيادات المركزية والجهوية والمحلية استقالوا من حركة النهضة بسبب السياسات الفاشلة التي إذن قامت بها. وآخرهم السيد محمد الجوماني، كنت تتحدثون عن استقالته. وهنا أريد أن ألاحظ ملحوظة بسيطة. السيد محمد الجوماني عندما تولى هذه المهمة، مهمة إدارة الأزمة، أعلنت حركة النهضة، وسمعت ذلك، أنها إدارة الأزمة السياسية داخل حركة النهضة، يعني المشاكل الداخلية في حركة النهضة وليست المشاكل السياسية في البلاد، لأن حركة النهضة ليس لها القدرة على أن تتحدث عن مشاكل السياسية في البلاد، لأنها لا تملك المسألة وحدها، بل تملكها معها أحزاب سياسية ويملكها معها رئيس الجمهورية. لذلك أول ما قيلت هذه المهمة التي أوكلت إلى السيد محمد الجوماني هي إدارة الأزمة داخل الحركة، ولكن لما وصل الأمر إلى ذروته في حركة النهضة والاستقالات وصلت إلى 113 وغيرها، وقبل ذلك كانت هناك مجموعة 100 التي كانت منذ فترة أعلنت إذن استياءها من نساء، إذن وصلت إلى هذه. نأتي الآن إلى حركة الشعب. حركة الشعب نحن لم نؤيد رئيس الجمهورية في 25 جويلية، أيدناه منذ سنة مضت، بل أيدناه منذ الانتخابات. لماذا؟ لأننا نتقاطع مع رئيس الجمهورية في نقاط مهمة جدا، ونحن على يقين أن رئيس الجمهورية يمضي فيها قدما وفق ما نراه: استقلالية القرار الوطني، محاولة إرجاع السيادة للشعب التي افتكت منه. الشعب قدم الضحايا أخي، قدم الضحايا، خرج بصدور عالية أمام الرصاص، رصاص بن علي وقبله رصاص بورقيبة، من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل تحقيق مصالحي على البلاد. طيب. لكن أخذت هذه الثورة وأزيحت عن مسارها الطبيعي وأفتكت منه. لذلك عندما خرج الشعب في 25 جويلية خرج من أجل تصحيح هذا المسار. طيب. من أجل إرجاع حقوقه. طيب. المشروعة لهذا الشعب. طيب أستاذ محمد الجوماني، إذا كان لديك ملاحظة، وأنا أذكر أننا يعني استضفتك حينما عينت رئيسا لهذه اللجنة، وكان الأمر يتعلق في موضوع الإصلاح الداخلي، وكانت النهضة قد اعترفت بأن سيجري تصويب للمسار، لكن هل يبدو أنك لم تنجح في هذه المهمة، أم أنك رأيت أن الأوضاع الداخلية وهناك أزمة داخلية في النهضة ما يفسر استقالة أكثر من 100 قيادي من النهضة على مختلف المستويات؟ يبدو أن البعض طفح الكيل عنده فيما يتعلق بالسياسات الخاطئة كما يوصف لقيادة النهضة. حركة النهضة تعيش خلافات داخلية في الحقيقة منذ مؤتمرها العاشر الأخير، والذين استقالوا بالأمس وجوه قيادية كانت جزءا من معركة تنظيمية انطلقت في المؤتمر العاشر، اختاروا أن يستقيلوا، نأسف لذلك، ولكن ليست نهاية المطاف. الأساسي أن الخلافات ستحسم في المؤتمر، والمراجعات ستكون في المؤتمر. وأؤكد لكم
أستاذ طارق بأنني ذكرت في قناتكم وفي وسائل إعلامية تونسية عديدة بأن اللجنة التي تشكلت هي بغاية إدارة الأزمة السياسية خارجيا، أي مع قصر قرطاج والمنتظم السياسي، ولا علاقة لها بالشأن الداخلي. هذا أكدت مرارا، واليوم أقول ومن قناتكم بأن إدارتنا للأزمة قد استوفت أغراضها، وأن الأزمة استدارت باتجاهين. أولا اكتملت من شبهة انقلاب يوم 25 إلى انقلاب كامل وسافر يوم 22 سبتمبر، والأمر الثاني أن الأزمة استدارت عكسيا، أن الأغلبية الساحقة انتقلت للضفة الأخرى، وأن سردية أن النخب مع الرئيس تغيرت. أنا لست مع اختطاف الرأي العام، لا نقول أن من حضروا اليوم هم الشعب التونسي ولا من خرجوا يوم 25. الشعب التونسي يعبر عن إرادته الحرة عبر صناديق الاقتراع، ولكن في المشهد في الشارع اليوم، شارع بورقيبة تحصل فيه تظاهرة من أكبر التظاهرات التي تذكرنا بسنة 2011. اليوم عدد كبير جدا، خاصة أنه عندهم عناوين معناها سياسية وحقوقية وبرلمانيين وأحزاب متعددة، يعني قالوا أننا نرفض الانقلاب وندعو إلى العودة إلى الشرعية وإلى استئناف المسار الديمقراطي. عندما تتهيأ البلاد لانتخابات جديدة سنعرف إرادة الشعب إلى أين تتجه. طيب. حركة النهضة اليوم تلتقي موضوعيا مع الأغلبية، ستراجع أخطائها بالطبع في مؤتمرها، وستعود إلى الناخبين لأنهم هم الطرف الرئيسي والفيصل وصاحب السيادة. طيب دعني أرحب الآن بضيفي السيد محمد علي البقديري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. سيد محمد أهلا بك بداية، اليوم كيف تقيمون الوضع بعد تظاهرات اليوم وشعارات التي رفعت فيها؟ هل الاتحاد المعني بما يجري، النقابة الأكبر والأقوى، تباشر اتصالات مع الرئيس قيس سعيد لعله يتراجع عن قراراته الأخيرة، أو لعله يكشف عن خطة واضحة المعالم للفترة المقبلة؟ شكرا على الاستضافة. أهلا بك. الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية، منظمة لها تاريخ كبير في هذا البلد، وعندما يحلل ويقدم مواقفه بناء على معطيات موضوعية بعيدا على كل الذاتيات وبعيدا على كل يعني المصالح الحزبية الضيقة أو الشخصية، في مقارنة بسيطة وسريعة لما كان في وضع تونس قبل 25 من جويليا وبعدها، يعني لا شيء مأسوف عليه. كانت تونس ولمدة 10 سنوات متتالية ومع 10 حكومات متتالية لها أسوأ المؤشرات على مستوى الدولي، يعني الفقر يزداد، البطالة ازدادت، الانقطاع المبكر عن التعليم ارتفع بشكل جنوني، اختلال الميزان التجاري، ارتفاع نسبة التداول، و آخرها وهو ممثل كبيرة في عموم التونسيين هو عجزنا عن إدارة الأزمة الصحية، حيث كانت تونس هي الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات، والأولى في العالم يعني من حيث عدم التقدم في مجابهة أزمة الكوفيد. أقدم الرئيس على تلك الخطوة الجريئة يوم 25 جويليا، وباركها الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر يوم 26 جويليا، وكذلك في بيان هيئته الإدارية يوم 3 أوت 2021. وفيما بعد واصل متابعة الوضع في البلاد، ولاحظ أن هناك ربما بعض التأخر في تشكيل الحكومة حتى أتت يعني إجراءات يوم 22 سبتمبر. اجتمع المكتب التنفيذي من جديد وذكر بمواقفه يوم 26 جويليا ويوم 3 أوت، واعتبر أن ما أقدم عليه الرئيس يوم 22 سبتمبر إنما هو بداية انطلاق العمل على الخروج من هذه الأزمة، وهو بداية لخارطة الطريق رسمها الرئيس ومساعديه يعني في السلطة.
وعبر أيضا على مطالبته بالإسراع بتشكيل الحكومة لأنها تعتبر الطرف الذي يقاوم الاتحاد حول مطالب منظوريه من عموم الشعب الكادح. إذن نعتبر نحن في الاتحاد أن الخطوات التي اتخذها الرئيس سواء يوم 25 جميلي أو يوم 22 سبتمبر هي في إطار الدستور وهي خطوات يعني لها من السلامة الدستورية يعني الشيء الواضح والمؤكد، وهذا اعتمادا على أساتذة القانون الدستوري. يعني نحن الآن ندعو طبعا إلى تشكيل الحكومة المضي قدما في الإصلاحات، محاربة الفقر، محاربة الرشوة. سيد محمد علي، يعني أليس واضحا ربما للاتحاد العام التونسي للشغل أن الشارع التونسي بدأ يتململ، بدأ يشكو من هذه الإجراءات التي تمددت دونما أن يعلن الرئيس قيس سعيد عن خطة واضحة، تونس تدخل الشهر الثالث بلا حكومة، وذكرت أن هناك أوضاع اقتصادية وهناك أوضاع اجتماعية وكذلك صحية، ألا يتطلب الأمر أن يذهب الرئيس في منحى تشاركي في إطار حوار موسع مع مؤسسات المجتمع المدني مع الأحزاب ليضع الخطوط العريضة لخطة الطريق؟ ما الذي يضمن أن الرئيس سيتخذ مثل هذه الإجراءات؟ يبدو أن جانبا من الشارع الذي تبعناه اليوم يخشى من التفرد بالسلطة، وحتى أن بعض الأحزاب باتت تخشى من هذا السيناريو والعودة إلى تونس والقفز فوق ما حققته من مكتسبات، وإن كانت هناك عثرات أو انتكاسات خلال العشرية الماضية. لا خوف على تونس، ما أؤكده أن لا خوف على تونس من الجنوح نحو الدكتاتورية أو نحو الحكم الفرد، وهذا التزم به رئيس الجمهورية أمام كل المنظمات التي التقى بها يوم 26 جويلية، التزم باحترام الحريات والحقوق الاقتصادية، التزم باحترام يعني حق التظاهر، وهو ما نراه اليوم في تونس في الحقيقة هو يمكن أن يعبر بالفعل على مدى احترام لهذا المكسب الذي حققه التونسيون بالنضال في عشرات السنوات، ورأينا اليوم كيف تتظاهر، يعني وهو أمر طبيعي وأمر جيد، ولكن يعني الاتجاه التونسيين، وأكد لك ونحن على الميدان متواجدون في الاتحاد العام التونسي للشغل، هناك رفض واسع للعودة إلى ما قبل 25 جويلية، لأننا يعني سئمنا ما كنا نشاهده على شاشات التلفزيون من هذا البرلمان الرديء الذي في الوقت الذي كان الشعب التونسي إن تحت قصف يعني الكوفيد والموت اليومي أكبر نسبة في العالم، كان البرلمانيون يتصارعون ويتبادلون السباب والشتائم حتى معناها بانوا في أسوأ صورة أمام العالم. اليوم ملايين يعني الجرعات للتونسيين، وهو أمر جيد ونحن نريد المضي فيه ونريد الإسراع بالخروج من هذه المرحلة الاستثنائية بالفعل وتشكيل الحكومة، ويجب بالفعل أن التونسيين يعني يعطوا فرصة حتى نتقدم، ولا خوف، لا خوف على تونس، وهذا أؤكده، ولكن تبدو واثقا من حقنا نعبر على تخوفاتنا، نريد حكومة، نريد أن نمضي إلى الأمام في هذه الإصلاحات التي يعكسها يعني اليوم رئيس الجمهورية الذي نحن لنا كل الثقة فيه. نعم دكتور محمد، عضو المكتب السياسي في حركة الشعب، يعني هناك ملاحظات كثيرة تقال على العشرية ما بعد ثورة الياسمين إلى ما وصلت الأمور إليه الآن، حتى أن النهضة تقر بأنه وقعت ربما هناك أخطاء وستكون هناك مراجعات وقرارات في مؤتمرها القادم. البعض يرى كذلك دكتور محمد أن التصدي لأي انحرافات يكون ربما عبر الاتفاق والحوار وأساليب ديمقراطية وعبر الشرعية الدستورية لإصلاح وتصويب الأوضاع، أليس هذا ربما مأخذ يؤخذ على الرئيس قيس السعيد بأنه انفرد في هذا الاتجاه دون تشاركية دون حوار موسع لكي يتم تحديد التوجهات الكبيرة للبلاد؟ شكرا أخي طارق، سؤال جيد جدا وسؤال في محله، وإجابة عن هذا السؤال أقول لك إني أعارضك وأوافقك، أعارضك
وأوافقك. أعارضك أولا في مسألة الدعوة إلى الحوار، وأريد أن أنير الرأي العام بما وقع في تونس خلال هذه العشرين. ما الذي وقع وهو الذي تريده هذه الأحزاب التي الآن تتباكى على الدستور وتتباكى على هذا البرلمان؟ ما الذي وقع في تونس؟ الذي وقع في تونس هو مجموعة من النكسات والأزمات اتضحت واكتشفت للرأي العام، وكانت هذه الأحزاب الممسكة بالسلطة وعلى رأس حركة النهضة ماذا يفعلون في كل مرة؟ في كل مرة يتنادون ويجلسون لحوار وطني ولحوار لست أدري ماذا وتقارب والآخر ذلك. ثم ماذا يقع بعد ذلك؟ في كل مرة ماذا يقع بعد ذلك؟ يقع إذا تشكيل جديد لنفس الرموز ولنفس السياسات ولنفس الرؤى ولنفس المسار، ويقع إعادة هذه الكارثة لتونس. لذلك تراكمت المشاكل. لماذا؟ لأنه لم يكن هنالك اتجاهنا وحل حقيقي، لم يكن هنالك إرادة سياسية حقيقية لتجاوز هذه المشكلات، وإنما هنالك محاولة لتلوينها في كل مرة وإخراجها بلبوس جديد حتى يهضمها الشعب لبضعة أشهر، إذن ثم يعاد الأمر مرة ثانية وينكشف الأمر مرة ثانية. هذا أعارضك. لذلك رفض رئيس الجمهورية هذا الحوار، ورفض هذا الشكل من الحوار، لأنه حوار شكلي لا يفضي إلى نتائج، وهذا الذي عاشته تونس خلال 10 سنوات، والذي يريد أن يعيد الشريط الأحداث الذي وقع في تونس سيرى ذلك عيانا. الآن أوافقك أننا من حيث المبدأ في حركة الشعب نحن ننادي، واليوم فقط أنزلنا بيان أرجو أنكم اطلعتم عليه، بيان نحن ندعو فيه إلى العملية التشاركية، وقبله صدرنا بيانا آخر مع مجموعة إذن من الأحزاب، حوالي 5 أحزاب أخرى معنا، إذن صدرنا بيانا واتفقنا على أنه مثل ما كان الأخ محمد علي بوغديري يتحدث من الاتحاد العام التونسي للشغل، نحن نشترك في هذه الرؤية، نحن ندعو رئيس الجمهورية إلى تشكيل حكومة نعم، ولكن ندعوه إلى رؤية تشاركية، نريد أن يكون لنا فيها رأي، وأن يكون للأحزاب الفاعلة وخاصة التي وقفت إلى جانب الشعب التونسي أن يكون لها رؤية. لماذا؟ لأننا لم نقبل انفراد بن علي بالسلطة، وقبله لم نقبل انفراد بورقيبة بالسلطة، وكذلك لم نقبل انفراد حركة النهضة بالسلطة، لأن حركة النهضة التي الآن تقول، وليست حركة النهضة وحدها في الحقيقة، هناك بعض الأحزاب الأخرى تقول إن الرئيس ينفرد بالسلطة. أريد أن أذكر أنهم كانوا إذن يمثلون انفراد كامل بالسلطة، الرئيس في صفهم، الرئيس المرزوقي إذن كان في صفهم، وكذلك السلطة التشريعية كانت بيدهم، فكانوا الأغلبية ويسطرون وينفذون ما يريدون من سياسات، وكذلك السلطة التنفيذية كانت الحكومات، كل الحكومات في يدهم. ونذكر هنا كلمة أرادها وقالها الأخ بوغديري منذ حين مهمة جدا، أن الذين يصمون رئيس الجمهورية بأنه ديكتاتور وأنه كذا، لو كان ديكتاتورا لأنزل الآلة العسكرية اليوم ليمنع هذه التظاهرة، بل بالعكس هو حماها وفتح لها المجال، وكذلك يوم 18 سبتمبر فتح المجال وتمت التظاهرة التي هي ضدها بطبيعة الحال بشكل أمني. ولكن نذكر هؤلاء أنه هم الذين كانوا يسدون منافذ شارع بورقيبة، الشارع الرمز إذن أمام المتظاهرين الذين كانوا ينزلون للتعبير عن سخطهم عن تلك السياسات، وهم الذين ضربوا أبناء شعبنا في سليانة بالرش، وكثير من أبناء شعبنا بسبب التظاهر ضد السياسات فقدوا البصر، وإذن فقدوا إذن هذه حقائق لازم أن نقولها للشعب التونسي وأن نقولها لشعبنا العربي الذي يشاهدنا. إذن لذلك كيف ندعي على شخص لمدة شهرين أمسك السلطة لمدة شهرين ندعي عليه كل هذه وننسى ما الذي وقع خلال 10 سنوات؟ لا يجوز. إذن يجب أن نكون عندما نتقاضى أمام شعبنا يجب أن نكون إذن شيء من الحكمة وشيء من الصدقية في الخطاب. طيب أستاذ محمد قوماني، لديك تعليق؟ واضح أن لديك تعليق على ما ذكره الدكتور محمد، تفضل.
في إشارات سريعة. أولا أنا نقول إن شاء الله الجمهور العربي لا يغرق في قضايا المناكفات السياسية التونسية، هذا ليس موضوعا يهمه. أنا أستغرب من الصديق البغديري ما قالوا باسم الاتحاد، والحال أننا سمعنا خلال الأسبوع الماضي خطبا متتالية للسيد الأمين العام نور الدين الطبوبي، وقرأنا أيضا بيان الاتحاد الذي فيه انتقاد واضح لاستفراد الرئيس بمسار الإصلاحات وبمسار الحكم، وهنالك لهجة متصاعدة في الاتحاد نتابعها، ونحن بالطبع نقدر التوازنات ونقدر دور الاتحاد. الأمر الثاني، نحن مع عدم العودة للمشهد السيء قبل 25 ومع الاستفادة من كل أخطاء الماضي، لكن الإصلاح السياسي لابد أن يتم في الإطار الدستورية، ولابد أن يتم بطريقة تشاركية وعبر الحوار، وهذا ما يملأ الصحافة العالمية. الدكتور بوشنيبة، أنا أستغرب كيف تقول بأن الرئيس لا يؤكد نزعته السلطوية، والحال أن الأمر الرئاسي 117 استفرد فيه الرئيس بالسلطة التنفيذية كاملة وبالسلطة التشريعية كاملة، وجعل مراسمه غير قابلة حتى للطعن لدى المحكمة الإدارية. كل العالم اليوم رأينا مقالات في الصحف الكبرى، ورأينا أيضا في تونس تصريحات واضحة بأن الرئيس قيس سعيد سيطر على الحكم بالكامل، وهو يريد أن يذهب بالبلاد بطريقة منفردة، هذا لم يقبله التونسيون. نعم، النخب هي أول من تحرك، وهذه بدايات، ليس إلا الطريقة التي سلكها السيد قيس سعيد ويجد فيها تأييدا ضعيفا من بعض النخب، يعني من حركة الشعب والذين ذكرهم، ولكنه طريق مسدودة في حركة النهضة. نطالب بالإصلاح، ندعم الإصلاح، ولكن في إطار الدستورية. سيد الجمعاني، يعني باختصار، الخطوة المقبلة لكم كنهضة، طالما أن لجنة إدارة الأزمة خلاص انتهى أمرها وتظاهرات الأمس، ستدعون للتصعيد في الشارع للضغط على الرئيس، تطالبون الجيش أن يتدخل، تطالبون بالرئيس قيس سعيد أن يتنحى. نحن لدينا إلى حد الآن ثقة في أن النخب التونسية والشعب التونسي الذي أسقط دكتاتورية بن علي وكان يتظاهر حتى أيام بن علي، ليس منة من قيس سعيد ولا من غيره، نحن تظاهرنا وأنا أحد الذين تظاهروا مرارا في شارع بورقيبة وخارجه من أجل فلسطين وضد الدكتاتورية. اليوم لدينا ثقة في النخب، بدأنا سلسلة مشاورات مع الأحزاب والقوى الوطنية، سيستمر الضغط السياسي وسنتابع الأمور بالطبع خطوة في خطوة، ولكن متأكدون أن تونس ستستأنف مسارها الديمقراطي، وإن شاء الله ربي يجنبها أي طرق للمواجهات ولا للعنف ولا لغيره. نحن متأكدون من أن هذا الشعب جدير بالحرية ودفع ثمنا غاليا، وأن اللي يتنازل عن حريته وعن دستوره الذي وضعه مجلس وطني انتخبه أكثر من 4 ملايين تونسي، ولا يمكن أن يشتبه شخص واحد اسمه قيس سعيد أو مهما كان. طيب سيد محمد، اتحاد التونسي للشغل سيقوم بخطوات عملية اليوم، أم أن أحمد بوقديري من اتحاد التونسي للشغل كيف سيتحرك اليوم؟ لأنه بات يخشى ربما أن يتم اللجوء إلى الشارع وأن يكون هناك شارع مؤيد وشارع ضد قرارات الرئيس السعيد، وهذا ربما سيهدد السلم الاجتماع في تونس. فعل أولا الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية ليست له أجندات الأطراف السياسية، نحن معنيين بكل أبناء هذا الشعب على جميع ألوانهم واختلافاتهم، إذن لا غير معنيين يعني بما الشعارات التي ترفع وغيرها، لأن نحن مع دفع هذا المسار نحو الأمام، ولكن طبعا مع الحرص على التشريك، تشريك كل مكونات المجتمع المدني والسياسي التقدمي والديمقراطي من أجل صياغة يعني تصور جديد لتونس. يجب أن يفهم التونسيون بأنهم أمام حركة اجتماعية جديدة وعميقة
قد تضع تصورات يعني حديثة مختلفة عن السابق، لأن مع الأسف ما زلنا نعاني من بعض الرواسب القديمة، لأن التفكير بطريقة تشكيل حكومة على المنوال القديم ومواصلة نفس العمل بنفس الطرق والتكتيكات والميكانيزمات، هذا أتصور أنه سوف يتغير مع الأفكار الجديدة المطروحة، وخاصة ربما فيما يفكر فيه الرئيس الآن. يجب أن نفهم بدقة هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها تونس، وأن ننخرط في هذا المسار الجديد حتى نبني وطنا بالفعل يكون لكل التونسيين، ولا خوف على الديمقراطية أؤكد لكم، ولا خوف على الحريات لنا. هذا الشعب وهذا المجتمع المدني والذي عماده هو الاتحاد العام التونسي للشغل لن يرضى بديكتاتورية على أرض تونس. الاتحاد صمام أمان في هذا البلد، وفقط لا بد من تغليب المصلحة الوطنية، لأن العديد من الأطراف مع الأسف كانت تتفرج على الوضع في تونس المخزي المزري قبل 25 جميلة ولا تحرك ساكنا، بل بالعكس. لكن في المقابل سيد محمد علي، في المقابل يعني منذ 25 وحتى الآن لم يقدم الرئيس قيس سعيد أي تصورات واضحة أو مبادرات، وقبل 25 من تموز يعني كانت هذه القرارات وفي ما وصفه الرئيس بالعبث، لماذا لم يتدخل قبل 25 وحتى الآن لم يفصح عن تفاصيل واضحة لكيفية مواجهة الفساد، العبث، تغيير الأوضاع التشاركية، الحوار مع الجميع؟ ترى أن الحوار يجب أن يشمل الجميع، أم أنك ترى أن الأفكار الجديدة ستكون حكرا على فئة معينة، شرائح معينة، نخب محددة؟ نحن في الاتحاد ندعو إلى تشريك كل القوى الوطنية وكل المنظمات بالفعل التي عرفت وجربت فصحت في الدفاع عن سيادة الوطن، وعدم الاستفاف وراء الأحلاف الخارجية، وعدم التسليم في سيادة الوطن. لا يجب أن نعرف أن وضع تونس قبل 25 بالفعل خاصة على المستوى الصحي كنا كاد هذا الشعب أن يذهب يعني في وضع مزري صحي إلى أبعد حدود. المعركة الأولى هي كانت معركة حماية صحة هذا الشعب، لأن هذا الشعب كان يعني في وضع خطير إلى أبعد الحدود، ورأيتم الوضع الجديد وتدفق يعني الأدوية من جميع أنحاء العالم، وهناك تفهم للعديد من البلدان لما يقع في تونس أمام يعني ويقوده الرئيس. هذا لا يعني أننا يعني لا نتابع ولا نريد أن ندفع نحو تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل. قال الأخ جوماني تصريحات، طبعا قد نختلف في بعض التصريحات، ولكن المراجع دائما هي بيانات الاتحاد العام التونسي للشغل، وحتى بيانها الأخير الصادر منذ يومين كان أكد على أن الرئاسة قد بدأت فعلا في مسار خارطة الطريق التي كان طالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل، ونحن في الاتحاد متفائلون ومتأكدون بأننا سوف نتجه نحو حالة من الاستقرار النهائي أفضل مما كانت عليه قبل 2010، حتى لا خطر في تونس لسنوات أخيرة كانوا دائما يقارنون ب 2010. نحن سوف نتجه نحو حالة من الاستقرار النهائي أفضل مما كانت عليه، فقط تعالوا ونمد أيدينا من أجل هذا الإصلاح. يجب أن نكون مقتنعين بأن الوضع كان سيء ورديء إلى أبعد الحدود. تونس ترتع فيها اللوبيات، لوبيات الفساد والرشاوي والمحسوبية والرشوة إلى غير ذلك. نعم، إذا أنت تتوقع الأفضل خلال المرحلة المقبلة. نعم، أنا أشكرك سيد محمد علي البقديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، ضيفي من تونس سيد محمد الجوماني عضو مجلس الشعب التونسي القيادي في حركة النهضة، كذلك أوجه شكري إلى الدكتور محمد بوشنيبة عضو المكتب السياسي في حركة الشعب. شكرا لكم جميعا.